إذن كي كتشوف معنا متزامن قناة صاحبة الفرج المغربية، الجال ديال الأمن كيطلب من الصور، لأن كان على ما كنلاحظ أنهم شافوا شي مجموعة ديال البنوات وراء هاد الصور هذا. اذا كيف كتشوف معنا متتبعين قناه اخبار الفرج المغربيه، للمره الثانيه رجال الامن كيستطيعوا انهم يطفئوا هذا الحريق هذا بالضبط منطقه العريبي مدينه القنيطره.